الابلكيشن وايد جميل، والحلو في الموضوع الله يسلمك انه يختصر عليك وقت، واجمل ما فيه صراحه انه يعطيك الابديت والانديكيشن حق المشاريع والتشريعات اللي جايه جديده، فما في داعي ان الانسان يجي ويضيع وقت ويتابع هني في الدائره مباشره، بتحصله في الابلكيشن، وهذا اجمل ما فيه صراحه. واعتقد انا اكثر شيء كان يهمني فيه صراحه المشاريع اللي جديده اللي تطرح على طريق الدائره واللي ينزلوها، ومتابعه التطوير في عالم المشاريع والمطورين، خصوصا اذا كان انسان مثلا يبى يتابع المشاريع اللي طالعه في دبي للاستثمار، يستفاد من هالمطورين وطريقه تطويرهم واجراءات التطوير والعلاقات اللي موجوده في التطبيق هذا، يفتح لك ابواب وايد انك تاخذ معلومات تفيدك في شغلك، مو بس كمتابعة تشريعات، لا أنت ممكن تستفاد منه بعد عن طريق متابعة مع الدوائر الحكومية، إذا عندك أبليكيشن، عندك تقديم، عندك معاملة، تروم تتابع عن طريق هذا الأبليكيشن، ما في داعي إنك تيجي للدائرة. والله تطبيقات الذكية اللي أطلقها سمو الشيخ أحمد براشد حكم دبي وفرت علينا أشياء كثيرة من الوقت يعني، فاستغلالها وإحنا في البيت الأمور طيبة الحمد لله. أمور ثانية ما يحكي عنها، الأمور طيبة الحمد لله في دبي، يعطيها العافية وله طولة العمر إن شاء الله. طبعا التحول للحكومة الذكية طبقا لاستراتيجية حكومة دبي والأوامر اللي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهو هذا اللي يسعى له الشيخ محمد، أن كل مواطن يخلص كل معاملاته وهو في بيته، وهذا اللي نحن نلاحظه أن أغلب الدوائر العين توجهت تماما الى الحكومه الذكيه الا في بعض الامور يعني، فنحن اصبحنا اليوم في دبي يعني اغلب معاملاتنا صارت من البيوت، اذا انت تبغى تجدد سيارتك، تبغى تخلص معاملتك، تبغى تاخذ موعد، تبغى هذا وانت في بيتك، اللهم توصل الدائره لمجرد توقيع الاوراق وترجع انت مكانك. تطبيقات ممتازه جدا، وفرت لنا مشاوير كثيره، يعني واحد ممكن من البيت يستخدمها من المكتب من اي مكان، وطبعا نفس كانك راجعت الدائره يعني تخلص فيها كل شيء، وممتاز جدا يعني. والله انا شخصيا ما جربته، بس عندي كثير من اصدقائي جربوها ومبسوطين منها جدا، وبصراحه حسب علمي ان اختصرت كثير من الجهد والوقت بالنسبه لهم، وبنشكر الدائره على هذا وان شاء الله بنجربها. والله الحكومه الذكيه والالكترونيه وفرت علينا كثير وقت وكثير مجهود، بالنسبة للتطبيقات الذكية صار فيك تقدم أونلاين، صار فيك تخلص كتير أمور أونلاين من غير ما تتعذب وتيجي تلاقي باركينج وتضيع وقتك، فهاي مشكور مجهود يشكر عليه القائم على الحكومة الشيخ محمد بن راشد، نوجه له شكر خاص ولجميع الأفراد المساهمين بالمشروع وإلى الأمام يعني إن شاء الله. وفرت علينا وقت وجهد، يعني مثلا بتوفر لي كتير مشاوير إن أنا أنزل على الدائرة، في كتير إجراءات بقدر أخلصها وأنا في المكتب، فده بالتالي بيوفر لي وقت وجهد كتير، بدقة في المعاملة ممكن نقول مثلا نسبة الأخطاء بتكون كتير قليلة لأن اللي بيتحكم فيها موقع إلكتروني، مثلا برضو في لو عايز أعرف معلومات ناقصة عن الخدمة أنا مش عارفاها أخش على الموقع الإلكتروني أقدر أجيب كل المعلومات اللي أنا محتاجها. خدمة جيدة جدا يعني، وفر علينا الوقت والجهد، ونحن الحين في عصر التطور والحكومة الذكية، فالحمد لله يعني هاي شيء وفر علينا مجهود كبير ويعني وللأمام إن شاء الله يعني. والله وفرت علينا وايد من الوقت والجهد والمال في نفس الوقت، وصراحة نشكر المبادرة اللي أطلقها صاحب سمو الشيخ محمد. تطبيقاتي مفيدة، تفيدني جدا يوم نكون تفيدني ساعات عملي، يوم أكون في البيت أنت أقدر أنجز مهام معاملاتي بسرعة وسهولة، ونشكر صراحة قادتنا على هالمبادرات والمشاريع اللي تفيدنا جدا يعني كمواطن. تطبيقات كويسة يعني، وفرت على الجهد والوقت، ويمكن يعني نخلص المعاملات في المنزل يعني، فإن شاء الله هالشيء طيب.